حديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع. انضموا إلينا الآن من رام الله الدكتور سعد نمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت. دكتور أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. دكتور سعد، نتحدث أكثر حول نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي تختلف من ساعة إلى أخرى بحسب فرز الأصوات المستمر حتى هذه اللحظة، بما رشح من معلومات ونتائج حتى هذه اللحظة دكتور، هل هي مطابقة لما كان متوقع خصوصا من استطلاعات الرأي الأخيرة في المجتمع الإسرائيلي؟ تفضل. مساء الخير لك ولكافة الإخوة المشاهدين. مساء النور. يعني حسب توقعات نتنياهو شخصيا ومن يحيط به، كان يعتقد أنه قد ضمن قضية رئاسة الوزراء في جيبه قبيل الانتخابات أو مساء ليلة الانتخابات، وذلك لعدة قضايا كان يعتقد نتنياهو أنها ستكون في صالحه أمام الجمهور الإسرائيلي، منها قضية الكورونا ومنها قضية أيضا التطبيع مع بعض الدول العربية، والتي يعد أن سيكون هناك دولا أخرى عربية تسارع إلى التطبيع مع دولة إسرائيل. على هذا بنى نتنياهو، بالإضافة إلى الموقف من قضية الجمهور العربي ومحاولته شراء بعض الأصوات بالذهاب إلى النقب وهنا وهناك في محاولة لتحسين وضعه. وبالفعل يعني حزبه قد حصل على الأغلبية العظمى من الأحزاب من الأصوات، حيث حصل على 30 مقعدا لوحده، وهو أكبر يعني حزب يحصل على مثل هذا الرقم. الذي يأتي بعده سيكون يعني بعيد جدا، 18 مقعد الحزب الثاني، وبالتالي هناك فرق كبير ما بين يعني اللي يكون حصل على ما يريده نتنياهو. ولكن السؤال الأساسي، هل يستطيع نتنياهو بهذا النصر ب30 مقعدا أن يشكل الحكومة التي تتطلب منه وجود 61 عضوا من الكنيسة مؤيدين لهذه الحكومة وداعمين لها؟ هنا تأتي القضية الأحزاب الصغيرة في إسرائيل، والتي هي عدد كبير، أكثر من 10 أحزاب التي تحصل على مقاعد ما بين 5 و6 و7 مقاعد، وهؤلاء يعني جزء كبير منهم على استعداد للوصول مع نتنياهو إلى الحكومة والموافقة على ذلك، ولكن تبقى عقبة كأداء أمام نتنياهو بالحصول على 61 مقعدا. وهذا بيت القصيد هنا، التغيرات الآن على الساحة الإسرائيلية قضية أساسية جدا. موضوع بنت والحرب التي كانت بينه وبين نتنياهو علنية، والتي قال فيها نتنياهو سأسحق بنت، الآن بنت وضعه أيضا يعني غير واضح، وأبقى الباب مواربا لاحتمال أيضا الدخول في حكومة نتنياهو، وبالتالي سيضع شروطه الخاصة به للدخول وإنقاذ نتنياهو. طيب دكتور سعد، الآن معسكر اليمين، معسكر نتنياهو 59 مقعد، لا يقدر بدون شريك من أحد الأحزاب الأخرى من معسكر اليسار أو حتى الأحزاب اليمينية التي لا تتفق مع نتنياهو دون تشكيل الحكومة المقبلة. اليوم من هو الحزب باعتقادك الأكثر قربا من نتنياهو، والذي يقدر نتنياهو على استمالته خلال المباحثات المقبلة خلال الأسابيع المقبلة؟ يعني معظم المحللين الآن في إسرائيل يتوقعون أن حزب يمينا ممكن أن يكون هو الحزب بسبعة مقاعد، ممكن أن يكون هو الذي سيعطيه حبل النجاة في هذا المجال. ولكن كما ذكرت سابقا أن الأحزاب الصغيرة تضع شروطا بعض الأحيان وقد تكون تعجيزية، وسيضطر نتنياهو إلى التوافق مع هذه الأحزاب وإعطائها ما تطلبه مقابل النجاح. حزب يمينا يعني مقترح كبير جدا، إذا ما استثنينا القوائم العربية التي يعني هي كانت بيضة القبان بحوالي 6 و5 مقاعد أو 6 أو 7 مقاعد لكل حزب منهما، لن يكونوا في صالح نتنياهو بدون أدنى شك، ولن ينقذوا نتنياهو من ورطته، على الرغم من أن هناك بعض التقولات أن القائمة الموحدة قد يعني تدعم الحكومة من خارج الحكومة، تدعمها بالكنيسة، تعطيه الأصوات الكنيسة المريحة دون الدخول في الحكومة، مقابل كما ذكر منصور بشكل واضح جدا، قال أنا أدعم من سيعطي الجمهور العربي حقوقه ولديه شروط. هل يستطيع من نتنياهو التوافق معه على هذه الشروط أو ضغطه على هذه الشروط، لا سيما أن نتنياهو شخصيا كان هو وراء الانقسام الذي حصل في القائمة العربية المشتركة. طب دكتور سعد، أين حزب أزرق أبيض وغانتس من معادلة تشكيل الحكومة؟ استطلاعات الرأي كانت تتوقع عدم اجتيازه لنسبة الحسم، اليوم يحقق حوالي 7 إلى 8 مقاعد، بالتالي يمكن أيضا أن يتحالف نتنياهو من جديد مع غانتس، أم أن هذه خطوة بعيدة بحكم النزاع السياسي المستمر ما بين نتنياهو وغانتس؟
نعم، أعتقد يعني بناء على تجربة الانتخابات السابقة لن يكون لغانس وكحول لافان أي يد في إنجاح نتنياهو، على العكس تماما. كحول لافان حتى الآن حسب الاستطلاعات وحسب فرز الأصوات حصل على 8 مقاعد. 8 مقاعد هي أكثر من كافية لنتنياهو، قد يغازل نتنياهو كحول لافان وغانس، ولكن أعتقد أن التجربة التي مر بها غانس مع نتنياهو في الانتخابات السابقة وفشله حتى في التناول على رئاسة الوزراء، وما نتنياهو يعني تحطيم حزب غانتس كحول لافان من قبل نتنياهو، لا أعتقد أنه سيجرؤ على الذهاب أيضا مرة أخرى للتحالف مع نتنياهو. نتنياهو الآن يريد حزبا صغيرا ب4-5 مقاعد فقط كي يعني يمرر 61 عضوا جلسيا، وأنه الآن ائتلافه بشكل عام حصل على 59 ويريد فقط صوتين ليس أكثر، يريد مقعدين، وبالتالي قد يتحالف مع أحزاب أصغر من ذلك، ولكن يعني يقنعها من الأحزاب ومن الأحزاب الصهيونية التي يستطيع أن يقنعها ببعض المغريات مثل وزارات أو بعض الشروط التي يضعونها، ستكون بالنسبة له أفضل بالكثير من الحديث مع غانتس الذي قد يضع شروطا تعجيزية بالنسبة لنتنياهو. لذلك نعتقد أنه سيتمكن من تشكيل الحكومة أيضا إما بوجود يمناء أو أي حزب من الأحزاب الأخرى الصغيرة التي من الممكن أن تقف إلى جانب نتنياهو وتدعمه. أشكرك جزيل شكر الدكتور سعد نمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، أشكرك على كل هذه التفاصيل.